جددت عائلة الشارخ بن سيف الدوسري ولاءها التام لجلالة الملك المفدى، معربين عن بالغ اعتزازهم وفخرهم بالبحرين وبوحدة شعبها وقيادتها. وأوضحت في بيان بأن الممارسات الآثمة التي يقوم بها النظام القطري وقناة الجزيرة المأجورة تجاه مملكة البحرين بهدف إحداث الصدع بين الحاكم والمحكوم لن يجدي نفعا أمام متانة الوحدة الوطنية والتلاحم القائم في البحرين.